مرحبا بكم أطفال، سوف نشاهد الحلقة أو نلعب الحلقة 29 من ركن السيارة البيضاء في مكانها المناسب. إذن شاهدوا معنا على بركة الله، تابعوا معنا، شوفوا السيارة البيضاء الجميلة، شوفوا المسار، شوفوا كيف سوف نحاول أن نصل إلى خط النهاية. هل سوف نستطيع الوصول؟ إذن هنا شاهدوا معنا، ببطء كدنا نلمس الحاجز. إذن إلى هنا، أين هو المسار؟ سوف نشاهد. كدنا نلمس المسار والحواجز، نشاهد أين هي الطريق. إذن سوف نركن السيارة على اليمين من هنا، هكذا الفرامل، نقل السرعة إلى الخلف، إلى الأمام، نقل السرعة، نلف من هنا هكذا ببطء الفرامل، ناقل السرعة إلى الوراء ثم إلى الأمام ببطء. شاهدوا المقود، كيف نتحكم في المقود وناقل السرعة، يعني وصلنا. شكرا لكم، سوف نشاهد الحلقة الموالية أو المرحلة الموالية، يعني مرحلة رقم 30. هل سوف نستطيع اجتيازها؟ واو، مسار مختلف، مسار أصعب قليلا. هل سوف نجتاز؟ مررنا. إذن مسار آخر، وهل سوف نستطيع أن نجتاز؟ بسرعة بسرعة، اجتازنا. نتوقف هنا قليلا، هل سوف نجتاز؟ الفرامل، كدنا نستطيع نار نصطدم، ناقل السرعة إلى الأمام، نلف هنا الحاجز ثم إلى الخلف قليلا، ناقل السرعة إلى الأمام. شاهدوا المقود، كيف نتحكم في المقود. كدنا نلمس البرامل، نتوجه إلى الأمام ببطء شديد. هل سوف نصل؟ نعم، ليفل كومبليت. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا مشاهدة الحلقات القادمة، إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh.